السؤال، هل يمكن بعد انتقال احد الاشخاص من الارض ان يظهر هذا الشخص لاحد ابنائه ويعيره بنتيجة الترم في الكلية؟ لا، هو غالبا التلميذ ده اللي ما جابش النتيجة كويسة بيكون خايف لابوه يطلع له. مش معقول يتصرف الا لو كان بقى احلام او حاجة زي كده. واحد بيقول قرأت قصة اجنبية تتكلم عن شخص تم اعدامه في انجلترا بامر الملك، فكان يظهر في نفس المكان وذلك بعد قرون طويلة وهو يحمل رأسه على يده سواء بالنهار او بالليل. وعندما تحاور معه احد علماء الارواح فقال الشبح انه لم يتم عمل صلاة التجنيز على روحه. برضو كلها خرافات من بتوع علماء الارواح. ياما علماء الارواح بيتكلموا، انا اقول علماء وحطها بين قوسين، يعني هم في نظر انفسهم علماء، يقول لك حضرنا الروح لوقا الانجيلي وقال مش انا اللي كتبت الانجيل، وروح يوحنا الانجيلي قال مش انا اللي كتبته، وسفر الرؤيا قال لا دي بتاع دانيال. يعني بيستخدم علم الارواح بطريقه مذهبية لمحاربة المسيحية.